مرحبا بكم في إطلالة جديدة من إطلالات برامجنا التربوية والتعليمية التي نقترحها بأن تكون أحد البرامج اللي تكون عندكم في البيت تطبق أثناء الحجر المنزلي. تعرفون أن ساعات الحجر المنزلي ساعات طويلة، ليس الأمر كله تعلم وليس أكل وشرب فقط، بل تحتاج إلى برامج متنوعة ممتعة ومفيدة. البرنامج اللي نقترحه عليكم اليوم برنامج احكي قصة واكتشف الحكمة. هذا البرنامج هو بالشكل التالي، سنكلف أحد أفراد الأسرة بأن يحكي لنا قصة، هو يبحث وينقب في الكتب في المراجع ويحضر قصة، هذه القصة مفحمة بنوع من الحكم، ثم نطلب من بقية أفراد الأسرة لاكتشاف الحكم الموجودة داخل هذه القصة وكيف نستطيع الاستفادة من هذه الحكم الموجودة داخل الأسرة. سنطلب من الجميع التشارك في اكتشاف الحكم ثم يدير حوار ونقاش داخل الأسرة لاكتشاف الحكم الموجودة. خلنا نستمتع بنكتشف شخصيات أبنائنا أثناء حكاية القصة، ونكتشف أيضا أبنائنا أثناء الحوار في اكتشاف الحكم والأمثال الموجودة داخل الأسرة. صدقني أخي الكريم، إذا طبقت هذا الأمر ستكتشف أن عندك تجربة مذهلة في اكتشاف قدرات أفراد الأسرة ونساعد في عملية تقاربهم. شكرا لكم.